قدرت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق ب5 مليون مقذوف، لافتا إلى أن ملكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجبا في المحافظات، رفعت خلالها أكثر من 33,000 مقذوف. وذكر خبراء أن 1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقنابل، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعيا في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنظب الذي استخدمته قوات التحالف إبان احتلال العراق إلى جلب ما خلفه تنظيم داعش.